اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 1 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. النهارده ان شاء الله هناخد ليسونز 1 اند 2 اللي بعنوان كاونتينج اب تو 3، وهنعرف مع بعضينا معنى كلمه سيم اند ديفرنت. الدرس بتاعنا النهارده من الدروس السهله والجميله، هنتعرف فيه ازاي نعد لحد 3. اول حاجه لازم نعرفها علشان نعمل كاونتينج أو علشان نعد، لازم نعرف الـ 1. تعالوا مع بعضنا يا أولاد نعرف يعني إيه 1. لما يكون عندي يا أولاد حاجة والحاجة دي مش متكررة، طالما الحاجة اللي عندي مش متكررة بنقول إن عندي منها 1. يعني زي ما أنتوا شايفين أنا عندي هنا كات، الكات دي متكررة ولا مش متكررة؟ لا، الكات دي مش متكررة، ده هي مفيش غيرها وبس. طالما مفيش غيرها وبس يبقى لما اجي اعدها اقول ان انا عندي 1 كات. يبقى كلمة 1 معناها حاجة مش متكررة. طيب لما نيجي نكتب ال 1 نكتبه ازاي يا اولاد؟ نكتبه كده، بنعمل شرطة كده، او ممكن نكتبه كده، بنعمل شرطة up وبعد كده ننزل down وبعد كده نعمل cross. يبقى احنا لو عملنا point زي دي كده، نقطة، النقطة دي ما كررناهاش، يبقى انا عندي 1. طيب لو حبينا نعبر عن ال 1 بالفينجرز بتاعتنا نعمل ايه؟ نعمل كده، نريز finger، يعني نرفع صباع واحد بس كده، ده معناه ان انا عندي 1. طيب يلا نشوف الرسمة الجميلة دي كده. زي ما احنا شايفين احنا عندنا هنا فارم، عندنا مزرعة. الفارم دي فيها حبة حاجات، عندي السكير كرو اللي هي الخشبة اللي بنلبسها كده الهدوم كده والطاقية، علشان لو في غربان الغراب بيجي ياكل من ايه؟ من الارض كده وبيبوظ الزرعة، فده الراجل ده كده بيخوفه، اسمه السكير كرو. وعندي دوج، وعندي تراكتور، تراكتور اللي هو الجرار الزراعي، وعندي ليتل دك، وعندي دك، وعندي فلاورز، وعندي وان جيرل، والجيرل شايله باكيت فيه مجموعه ايه؟ مجموعه ابلز. هو هنا بيقول لي ايه يا اولاد؟ طالب مني ايه؟ بيقول لي سيركل وعامل لي السيمبل اللي احنا اتعلمناه من شويه اللي معناه 1. بيقول لي سيركل 1 سكير كرو، يعني اعمل دايره حوالين الايه؟ الشكل ده. يبقى احنا نيجي نبص على البيكتشر بتاعتنا، فين السكير كرو؟ اهو. نعمل ايه حواليه؟ نعمل سيركل. يبقى نيجي كده ونحاول نعمل ايه؟ نعمل سيركل. هي إيه؟ مش جايه سيركل قوي، بس احنا نحاول ايه؟ نعمل كلوزد شيب حواليه كده زي السيركل. طيب ايه تاني؟ بيقول لي سيركل 1 دوج. انا لما شفت الرسمه دي او السيمبل ده عرفت ان هو يقصد دوج وما كرروش، ناخد جاست 1. يلا نسيركل 1 دوج اهو. طيب بعد كده عايز ايه؟ بيقول لي سيركل 1 تراكتور. افهم ايه من ال 1 ديت او السيمبل ده او الشكل ده؟ ان احنا عايزين تراكتور واحد مش متكرر، ما نكرروش. نيجي نبص على الرسمه بتاعتنا اهو، نعمل حواليه يلا سيركل. ايه اللي احنا اخترناه بقى كده في الرسمه؟ اخترنا 1 سكير كرو عشان ما تكررش، 1 تراكتور، and one dog. تعالوا مع بعضنا يا اولاد نتعرف على حاجة تانية اللي هي ال 2. احنا خدنا من شوية ال 1 وعرفنا ان معناه حاجة مش متكررة. طيب يلا مع بعضنا نعرف ال 2. لو عندي حاجة يا اولاد يعني زي الكاو دي كده وعندي منها حاجة زيها، بنقول ايه؟ بنقول ان انا عندي قد ايه؟ لما اجي اعمل لهم كاونتنج واعدهم اقول ان انا عندي قد ايه؟ اقول ان انا عندي 2. يبقى انا عندي النمبر 2 عباره عن 1 و1 كمان جنبه، تمام؟ يبقى ايه هي ال 2 يا اولاد؟ هي حاجه متكرره مره واحده بس، او 1 ومعاه 1 كمان. يبقى لما نيجي نعبر عن ال 2 بالبوينتس نعمل ايه؟ نعمل بوينت
ونكررها مرة واحدة. يعني point و point. نقول كده ايه؟ نقول ان انا عندي 2. طيب لما اجي اعمل counting وعدهم اقول ايه؟ اقول كده 1 2. طيب لما نيجي نعمل بالفينجرز بتاعتنا وعايزين نقول ان احنا عندنا 2، نعمل ايه؟ نريز فينجر اند انذر فينجر، يعني نرفع صباع وصباع معاه، دول كده معناهم 2. لما اجي اعمل لهم كاونتنج اقول كده 1 2. يلا مع بعضنا نشوف البيكتشر دي. الفارم الجميله دي عندي فيها ايه؟ عندي فيها رابتس، مجموعه رابتس، في حبه رابتس بيلعبوا هنا هم. عندي دونكيز، عندي حمار وعندي حمار تاني. عندي هنز، عندي حبه فراخ. طيب هو عايز مننا ايه؟ عايزنا نعمل ايه؟ يلا نبص كده ونقرا. بيقول لي سيركل. يعني ايه سيركل؟ يعني نعمل دايره كده، حاجه مدوره كده. هنا سيركل، وزي ما انتم شايفين رسم لي اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه، النمبر اللي كنا بنتكلم عليه اللي قلنا اسمه 2. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا عايز الرابت ده وعايز واحد كمان زيه، يعني اكرره مره كمان. يلا نبص هنا على الفورم، عندي الرابت فين؟ اهو ادي في رابت اهو، عايزين نكرره كمان، ناخد منه واحد كمان، ناخد ده. يبقى انا لو شاورت على ده ولو شاورت على ده وعملتهم كده في سيركل، يبقى احنا كده اخترنا 2 رابتس. يلا نعدهم 1 2. عايزين ايه كمان؟ بيقول لي سيركل وعامل لي النمبر بتاع 2، وبعد كده رسم لي الدونكي، حطيت لي اس عشان هما مور ذان 1، اكتر من واحد، فدونكيز بنحط اس علشان نقول ان احنا عندنا اكتر من دونكي. يلا نسيركل 2. طب هما فين؟ اهو واهو، عندي واحد ومتكرر مره واحده بس، عندي واحد وكمان واحد، 1 و1، الاتنين دول مع بعض اسمهم 2. عايز ايه كمان؟ عايز 2 hens، عايزنا نعمل سيركل حوالين فرختين. مين هم؟ اهم ادي 1 ادي 2. يلا نعمل سيركل او كلوزد شيب او شكل مقفول، نحدد كده الايه؟ التو hens. يبقى احنا يا اولاد دلوقتي عرفنا ال1 والنمبر اللي بعديه اسمه 2. بنتعلمهم ليه؟ علشان نعرف نهد، نعرف احنا عندنا قد ايه من اي حاجه قدامنا. يعني مثلا هنا الدونكيز هم، لما اجي اعدهم اقول كده 1 2. يبقى لو حد سالني قال لي البيكتشر دي فيها كام دونكي، نقول وي هاف 2 دونكيز، عندنا 2 دونكيز. زي ما شفنا ال1 وال2، يلا مع بعضينا نتعرف على النمبر 3. يعني ايه 3؟ الشكل ده بنقول عليه 3. طيب ال 3 لما انا اشوفها افهم ايه؟ افهم ان انا عندي 1 و1 جنبه و1 كمان معاه. يعني 1 و1 و1 بنقول عليهم 3. ولما نحب نعملهم بالبوينتس، نعمل بوينت وجنبيها بوينت وجنبيها انذر بوينت، دول كلهم مع بعض بنسميهم 3. طب لما نيجي نعد يا اولاد نقول ايه؟ عايزين نعدهم واحده واحده. لو انا شفت ده لوحده هقول عليه 1، لو هاخد ده ومعاه اللي جنبه، طالما اللي جنبه اللي جنبه يبقى 2. طيب اللي جنبه ده كمان نقول عليه ايه؟ نقول عليه 3. يبقى الحاجه لوحدها بنسميها 1، لو اتكررت نسميها 2، اللي اتكرر ده نسميه 2، لو جه اتكرر كمان يبقى 3. يبقى انا الشكل اللي قدامي ده يا اولاد بنقول ان احنا عندنا 3 rabbits، we have 3 rabbits. اوكي؟ طيب لما نحب نشاور بايدينا واقول للحد كده انا عندي 3 اعمل ايه؟ اريز فينجر واحط فينجر جنبه كمان وفينجر جنبه كمان. كده معناها ايه؟ لو انا شاورت الحد كده وعملت بايديا كده هو يفهم ان انا اقصد 3. طيب يلا نشوف الرسمه بتاعتنا طالب مننا ايه. لما نيجي نبص على البيكتشر دي
في عندي فروت سيلر، عندي واحد بيبيع الفواكه. الفواكه اللي عندي، عندي باينابل، عندي اناناس، عندي بير، عندي كمثرى، عندي بيتش، في عندي خوخ، في عندي ابل، وفي عندي كاروت. كل الحاجات دي عندنا. طيب هو عايز مننا ايه يا اولاد؟ ايه اللي عايزنا نعمله؟ بيقول لنا سيركل. سيركل يعني ايه؟ يعني نعمل شكل مقفول، closed shape، على شكل دايرة. عايزين السيركل دي نعملها حوالين ايه؟ 3 pairs، يعني 3 كمترات. احنا خلاص عرفنا لما يجي لي النمبر ده اعمل ايه؟ اروح كده على البيرز، على الكمترة، نكاونت 3، اخد منهم 3. ازاي اخد منهم 3؟ يعني اخد واحده واكررها واكررها مره كمان. اوكي، يعني 1 2 3. يلا نعمل سيركل حواليهم اهو، او كلوزد شيب. عايز ايه كمان؟ عايزنا نسيركل 3 بانانز. فين البانانز؟ اهم. يلا ناخد منهم 3، يبقى لازم اكاونت 3. نقول كده 1 2 and 3. ده لما بنيجي نعد يا اولاد، لما اجي اشوفهم قدامي كده واعدهم بنقول كده دي 1، وطالما ال1 ده اتكرر يبقى اللي جنبها دي نسميها 2، وطالما ال2 ديت اتكررت كمان لما نيجي نعد نسمي اللي جنبها 3. يبقى 1 و1 و1 بنسميهم 3. عايزين نعمل ايه كمان؟ عايزين نسيركل 3 بيتشز. عايزين نعمل دايرة حوالين 3 خوخات. فين عندي الخوخ؟ اهو، ادي كده 1، ادي كده 2، ادي كده 3. نيجي كده دول نعملهم كده حواليهم ايه؟ نعمل سيركل. يلا مع بعضينا نحل الاكسرسايز ده. يلا نشوف هو عايز مننا ايه ونحل. بيقول لي هنا count and match. count يعني ايه يا اولاد؟ يعني عد. طيب وبعد ما عد اعمل ايه؟ ماتش. يعني ايه ماتش؟ يعني الحاجة اللي زي بعضها نوصلها مع بعض. طيب انا دلوقتي شايف ايه قدامي؟ حاطط لي في النص الون. الون ده احنا اتعلمنا وفهمنا انه بيعبر عن ايه يا اولاد؟ بيعبر عن حاجة مش متكررة. هو هنا وصله بايه؟ بالكروكودايل. هل الكروكودايل ده، التمساح الصغير ده، متكرر؟ لا مش متكرر، يبقى اقول عليه 1. طيب مين كمان عندي في الرسمه دي 1؟ يلا نبص على الماربلز، البلي. البلي اللي قدامنا ده يا اولاد 1؟ نبص كده بعنينا، انا شايف الماربل متكرره، يبقى مستحيل تكون 1. طب يلا نحاول نعد نشوف دول كام. 1 و1 معاه يبقى 2، لو جه معاهم 1 كمان يبقى 3. يبقى اللي قدامنا ده يا اولاد اسمهم 3 ماربلز، 3 بليات. هل نوصلهم بال1؟ لا مش هنوصلهم بال1، لان هو طالب نوصل ال1 بالايه؟ بالحاجه اللي زيه بالظبط. طب يلا نبص على الكاتس. هل الكات اللي عندي دي متكرره ولا مش متكرره؟ لا متكرره، يبقى عمرها ما تكون 1. طب اللي قدامي دول يا اولاد كام؟ عندي 1 و1 جنبه، يبقوا كام؟ يبقوا 2. يبقى الكاتس ديت لما اجي عدها اقول ان هم 2. طيب يلا نشوف البتر فلاي، الفراشه الجميله دي متكرره ولا موجوده بنفسها؟ مفيش حد معاها؟ مفيش حد معاها، يبقى لما اجي عدها اقول ان انا عندي 1 بتر فلاي، عندي فراشه واحده مش متكرره. يبقى نوصل البتر فلاي بالايه؟ بالون. طيب ايه كمان؟ عندي فيشز. ها الفيشز دي 1؟ هل انا عندي فيش ومش متكرره؟ لا دول متكررين، يبقى ما ينفعش ابدا نقول ان دول 1. طب دول كام؟ احنا اتعلمنا ال1 وال2 وال3. عندي فيش اتكررت، طالما اتكررت يبقى دي 2، وجالهم 1 كمان، يبقى كل دول اسمهم ايه؟ اسمهم 3. يلا نعمل كاونتنج ونعد كده مع بعض 1 2 and 3، يعني 1 2 3. اوكي طيب يبقى مش هنوصلها بالايه؟ بال1. يلا نبص على البي، عندي نحله جميله اهي.
هل النحله دي متكرره يا اولاد؟ لا مش متكرره. يبقى لما اجي اعد اقول ان انا عندي 1 بي، عندي نحله واحده بس، يبقى نوصلها بالايه؟ بال1. طيب الايس كريمز عندي منه 1 ولا مور ذان 1 ولا اكتر من واحد؟ هل عندي ايس كريمه واحده ومش متكرره ولا عندي واحده كمان زيها؟ عندي واحده كمان زيها، يبقى مش 1. امال دول كام؟ دول اسمهم 2، عشان عندي 1 و1 تاني جنبه، يبقى دول 2 مش هينفع نوصلهم بال1. طيب يلا نشوف الفرخه الجميله دي، في حاجه معاها ولا مش متكرره؟ لا مش متكرره، تبقى 1 على طول. يلا نشوف الرسمه الجميله اللي تحتيها، بيقول لي count and match. يعني ايه كلمه count يا اولاد؟ count يعني يلا نعد، وماتش يعني ايه؟ يعني نوصل الحاجات اللي زي بعضها مع بعضها. يلا التيرتلز ديت يلا نعدها 1 2، يبقى وي هاف 2 تيرتلز، عندنا 2 من السلاحف، يبقى نوصلهم بال2. اوصلهم بال2 لان احنا شايفين قدامنا هنا في النص 2، وعايزنا نوصل الحاجات اللي هي 2 مع الايه؟ مع النمبر بتاعها. طيب عندي هنا ايس كريم، كم واحد منه؟ عندي جاست 1 بس. يلا الفلاورز دي، ها عندي منها قد ايه؟ نقول كده 1 2، عندي واحده ومتكرره، متكرره مره واحده بس، يبقى دول كام؟ دول 2، يبقى نوصلهم بمين؟ بال2. الفروج متكرر ولا لوحده؟ لوحده، يبقى ده 1، يبقى ما وصلوش بال2. المونكيز الصغيرين دول عندي منهم قد ايه؟ عندي 1 2، عندي منهم 2، يبقى نوصلهم بالايه؟ بال2. طيب السي سنيلز قواقع البحر، دول كم واحده قدامنا؟ يلا نعدهم 1 2 3، عندي منهم 3، يبقى مش هنوصل ال3 بال2، ما ينفعش اعمل ماتش، دول 3 وهنا 2، ما ينفعش نوصلهم ببعض. طيب البالونز عندي كم بالونه؟ عندي 1 and 2، يبقى احنا كده عدينا 2، نقدر نوصلهم بال2 عشان زي بعض. طيب السي ستار عندي كم واحده؟ عندي جاست 1، ها نعمل ماتش مع ال2؟ لا، ال1 ما نعملهاش ماتش مع ال2. اللي احنا عملناه دلوقتي يا اولاد، وصلنا كل الحاجات اللي انا عندي منها 2 بالنمبر ايه؟ بالنمبر 2. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تعالوا مع بعضنا يا اولاد نشوف الاكسرسايز ده، بيقول لي count and match. احنا اتعلمنا ان كلمه count معناها نعد، وماتش معناها نوصل الحاجات اللي زي بعضها مع بعضها. لما نيجي نبص على البيكتشر بتاعتنا، ايه اللي احنا شايفينه يا اولاد؟ شايفين نمبر في النص اسمه 3. احنا اتعلمنا من شويه ان النمبر ده او الشكل ده اسمه 3. طيب معناه ايه؟ معناه 1 ومعاه 1 جنبه ومعاه 1 كمان. مين في الحاجات دي لما نيجي نعده يطلع 3؟ هو هنا موصل ال 3 بالمجموعه دي. ايه المجموعه دي؟ مجموعه من السي هورسز اللي هي احصنه البحر. ده بيعيش فين؟ بيعيش في البحر. طيب عندي منه كم واحد؟ 1 2 and 3. يلا نشوف العصفور الجميل ده، السبارو الجميل ده، عندي منه كم واحد؟ عندي جاست 1، عندي واحد بس عشان مش متكرر، يبقى نوصله بال3 ولا ما نوصلوش؟ طبعا ما نوصلوش. يلا مع بعضينا نشوف البيلدنج بلوكس اللي هي المكعبات اللعبه اللي بنقعد نحطها على بعض ونعمل منها بيت صغير او عربيه صغيره، دي اسمها بيلدنج بلوكس. عندي منها كم واحده؟ يلا نكاونت، يلا نعد، ادي 1 ادي 2 ادي 3، يبقى فعلا دول 3، يبقى نوصلهم بالايه؟ بال3. طيب يلا هنا الفلاور عندي منهم كم واحده؟ عندي جاست 1، دي ما اتكررتش. طب هنا 3، يبقى ما ينفعش نوصل. طيب هنا البيز الجمال دول، النحلات دول، عندي منهم كم واحدة؟ يلا نعد، ادي 1 ادي 2 ادي 3، دي لوحدها كده 1،
لما جات اختها كده وقفت معاها يبقى هما الاثنين مع بعض اسمهم تو. لما جات اختها دي كده وقفت معاهم هما الاثنين تتكلم معاهم وجينا احنا نبص عليهم نقول عليهم ان هما كلهم كام؟ كلهم 3. يبقى فعلا دول 3، يبقى نوصلهم بال 3. يلا نشوف اللي بعد كده. ايه اللي بعد كده؟ السنجاب السكورل. السنجاب الجميل ده عندي منه كام واحد؟ هو واحد بس، يبقى ما ينفعش نوصله بال 3. طيب الاكتوبوس الاخطبوط عندي كام واحد؟ يلا نعد، ادي 1 2 and 3، يبقى نوصلهم بال 3. اللي بعد كده التري، دي شجره عندي منها كام واحده؟ هي 1، يبقى مش هينفع نوصلها بال 3. يبقى احنا كده عملنا ماتشنج، وصلنا الحاجات اللي في منها 3 بالنمبر 3. طيب يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي كلر. كلر يا اولاد معناها لون. طيب نكلر ايه؟ الهارت ده، القلب ده. according to يعني على حسب. على حسب ايه؟ the number، على حسب النمبر اللي قدامه. يعني ايه الكلام ده؟ احنا شايفين هنا النمبر اللي اسمه 2 معناه ايه؟ ان انا عندي حاجه وحاجه معاها جنبها، يعني الاثنين دول مع بعض لو خدتهم هما الاثنين نسميهم 2. طيب المطلوب نعمل ايه؟ ان color نلون. يبقى نعمل ايه؟ نلون دول كده، نلون الهارت ده كده ونلون الهارت ده كده. يلا نشوف النمبر اللي بعد كده. النمبر ده اسمه ايه يا اولاد؟ اسمه 1. معناه ايه؟ حاجة مش متكررة. ازاي؟ ناخد ده بس كده. يلا نشوف النمبر اللي بعد كده. النمبر ده اسمه ايه؟ اسمه 3. معناه ايه؟ معناه 1 و1 جنبه و1 كمان معاه. يلا نكلر، ادي كده 1. لو لوننا ده لوحده يبقى انا كده اخترت 1 هارت. لو ال1 ده جبت معاه 1 جنبه كده ولونته يبقى هما الاثنين دول مع بعض اسمهم 2. احنا عايزين 2 ولا عايزين 3؟ عايزين 3. نعمل ايه؟ نحط 1 كمان مع ال2، يبقى دول كده ايه؟ 3 هارتس. يلا مع بعضينا نشوف الاكسرسايز ده. بيقول لي سيركل ذا جروب اكوردنج تو ذا نمبر. سيركل يعني ايه اولاد؟ يعني نعمل دايره كده. ذا جروب يعني ايه؟ ذا جروب يعني المجموعه، يعني نعمل دايره حوالين المجموعه. اكوردنج تو ذا نمبر، اكوردنج تو يعني زي النمبر، يعني زي النمبر اللي احنا شايفينه قدامنا. النمبر فين؟ هنا مثلا عندي ايه؟ عندي 2. عايزين نعمل سيركل حوالين الجروب اللي موجود فيه 2. يلا نشوف دول الابلز دول عندي منهم كام واحده؟ يلا نعد، ادي 1 2 اند 3، دول كده مش 2. طب الهندي دي 1 ولا 2؟ دي 1، دي مش متكرره. طيب نيجي نشوف الليتل داكس دول، دول كام واحد لما نيجي نعدهم؟ هنا 1 وجنبيه 1 جنبه، 1 و1 جنبه، يبقى نقول عليهم 2. يبقى نحل السؤال ده ازاي؟ نعمل سيركل حوالين التو ليتل داكس دول. طيب يلا اللي بعد كده. شايفين قدامنا ايه؟ شايفين النمبر 3. مين في دول 3؟ يلا هنا 1 2 3، يبقى هم دول عندنا 3 فلاورز. طب عندي كام بير؟ عندي كام كمثرة؟ عندي جاست 1. طب الباينابلز عندي قد ايه؟ عندي 2. النمبر اللي بعد كده 1، يبقى نختار الحاجة اللي فيه منها 1. هنا التشوفل اللي هو الجاروف الصغير اللي بنلعب بيه في الرملة عندي منهم كام واحد؟ 1 2. طيب السي شيل اللي هي الصدفة بتاعت البحر عندي منها كام واحدة؟ عندي 1. يبقى نعمل سيركل حواليها. ليه؟ عشان هو قال لي هنا 1. طيب البول السي بولز ديت عندي منهم كام واحدة؟ 1 2 and 3. يلا اللي بعد كده. في الاكسرسايز ده بيقول لي join according to the suitable number. join يا اولاد زي ماتش يعني وصل، according to يعني زي ما انت شايف ال suitable number، النمبر اللي قدام. طيب احنا هنا شايفين ايه؟ شايفين مجموعة animals وهنا النمبرز. يبقى لازم لو عندي هنا 1 اختار من هنا 1، لو عندي هنا 2 اختار اللي هنا ايه؟ اللي هم 2.
وال3 كذلك. يلا نعد الرابتس دول. عندي كام رابتس؟ ادي 1 2 اند 3. يبقى نوصلهم باني نمبر؟ نوصلهم بنمبر ايه؟ نمبر 3. اللي بعد كده الدونكي ده عندي منه كام واحد؟ ده هو جاست 1. ليه؟ مش متكرر، هو 1، يبقى نوصله بالايه؟ بال1. مين اللي بعد كده؟ عندي الليتل دوجز، الكلاب الصغيره دي عندي منهم كام واحد؟ 1 2، عندي منهم 2، يبقى نوصلهم بال2. يلا مع بعضنا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. بيقول لي join according to the raised fingers. join عرفنا ان هي وصل، according to يعني زي ما انت شايف، زي ما احنا شايفين ايه؟ raised fingers، الصوابع المرفوعة. هنبص على الفينجرز ديت ونشوف هي بتشاور على انهي نمبر. طيب لما انا اجي كده وارفع صباعي كده بالمنظر ده، انا كده بقصد ايه؟ كده احنا نقصد 1. اوكي؟ طيب لو انا جيت عملت ده ورفعت واحد جنبه ورفعت واحد جنبه كمان، يبقى احنا نقصد ايه؟ نقصد 3. ولو جينا شاورنا بصوابعنا كده يبقى معناها ايه؟ معناها ان احنا عندنا 2، ادي فينجر وجنبيه فينجر كمان. المطلوب نعمل ايه؟ نوصل الفينجرز بالدوتس ديت او بالبوينتس ديت، وبعد كده نوصل الطرف الثاني من هنا بالنمبرز ديت. يعني ال1 فين الدوتس اللي بتعبر عن ال1؟ اللي هي لوحدها دي، دي كده 1، يبقى ده كده اوصله بده كده. واجي من الناحيه الثانيه نوصله بالايه؟ بال1، يبقى نوصل كده. اللي بعد كده عندي النمبر 3، فين ال 3 دوتس اللي عندي؟ اهم 1 2 اند 3، يبقى نوصل ده بده كده. الناحيه الثانيه نوصل ب 3، ادي ال 3 عندي هنا 2، نوصل ال 2 بال 2 دوتس دول كده، ادي هنا 1 2، واجي من هنا اوصل بالايه؟ بال 2. اكسرسايز سهل وجميل. يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. بيقول لي draw dots according to the number of oranges. يعني ارسم، draw يعني ارسم، ارسم ايه؟ ارسم dots according to the number of oranges، يعني على حسب او زي الاورنجز ديت. يعني عندي هنا 2 oranges، نعمل ايه؟ نرسم 2 dots، ادي كده 1، نعمل واحده جنبها كمان كده يبقى 2. طب وبعد كده نعمل ايه؟ بيقول لي circle، يعني اعمل دايره حوالين، حوالين ايه؟ ذا كوركت نمبر، النمبر المظبوط. هنا عندي 2 يبقى نعمل ايه؟ عندي هنا 1 و 2 و 3 يبقى نعمل سيركل حوالين ال 2. هنا عندي 1 اورنج يبقى نعمل جاست 1 دوت، دوت واحده. فين النمبر هنا اللي هو 1؟ اهو. عندي هنا كام اورنجز؟ عندي 1 2 اند 3 يبقى نعمل 3 دوتس، 1 واحدة كمان، نعمل واحدة كمان، دول كده 3. فين هنا النمبر 3؟ اهو. يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي draw يعني ارسم red dot، يعني دوت كده لونها احمر، according to the number، يعني زي النمبر اللي انت شايفه. يلا نبص هنا، هنا شايفين ايه؟ شايفين 2، نعمل ايه؟ نعمل 2 dots، ادي كده 1 and 2. طب هنا شايفين ايه؟ شايفين 1، يبقى نعمل ايه؟ نعمل كده، نعمل دوت وما نكررهاش، يبقى كده 1. هنا شايفين 3، اعمل ازاي 3؟ اعمل دوت ونكررها كمان كده، يبقى احنا عاملين كام؟ عاملين 2. نكررها كمان مره كده يبقى احنا عاملين 3. اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي draw 3 flowers in the vase، يعني ارسم 3 وردات فين؟ في الفازه ديت. نعمل واحدة ريد، ونعمل واحدة جرين، ويلا نعمل واحدة يلا. تعالوا مع بعضنا يا أولاد نتعرف على كلمتين مهمين جدا هيقابلونا كتير وهنستعملهم كتير. أول كلمة عندنا كلمة سيم. يعني إيه كلمة سيم؟ كلمة سيم معناها زيها بالظبط. يعني لما نيجي نبص كده هو كاتب لي إيه؟
بيقول لي this cat يعني القطة دي is the same as this cat يعني القطة دي زي القطة دي بالظبط. the same يعني زيها بالظبط، مفيش أي اختلاف خالص ما بينهم. يلا نشوف كده اكسرسايز. بيقول لي in each row يعني ايه كلمة row؟ كلمة row يعني صف، حاجات محطوطة جنب بعضها. لما نحط الحاجات جنب بعضها كده يبقى اسمها row. circle the picture that is the same as the first one يعني اعمل دايرة حوالين الصورة اللي زي اول واحدة. يلا نروح على اول واحدة دي كده اللي هي ايه؟ السي شال. فين زيها بالظبط؟ دي ولا دي؟ لا دي زيها بالظبط، يبقى دي is the same as this one. نعمل حواليها ايه؟ نعمل حواليها سيركل. يلا هنا الليتل شيك الكتكوت الصغير ده، مين في دول is the same as this one؟ مين في دول زي ده بالظبط؟ هو ده، يبقى نعمل حواليه ايه؟ سيركل. يبقى this شيك الكتكوت ده is the same as this chick. يلا اللي بعد كيدز، المونكي ده زي ده ولا زي ده؟ لا المونكي ده زي ده بالظبط، يبقى نعمل سيركل هنا. يبقى this monkey is the same as this monkey. طيب الترتل دي زيها ولا دي؟ لا دي كبيرة شوية، يبقى نعمل سيركل حوالين دي. ليه؟ علشان الترتل دي is the same as this turtle. يبقى احنا اتعلمنا ايه هنا يا اولاد؟ اتعلمنا معنى كلمة the same، معناها ايه؟ زيه بالظبط. الكلمة التانية اللي مهم جدا نعرف معناها وهتقابلنا كتير كلمة different. يعني ايه كلمة different؟ different يعني مختلف او مش شكله او مش زيه. يعني مثلا this seahorse اللي احنا شايفينه ده is different from this a seahorse. ده وده زي بعض؟ لا مش زي بعض خالص، يبقى هما الاثنين are different مختلفين، يبقى ده مختلف عن ده. تمام؟ يبقى كلمة same يعني زيه بالظبط، وكلمة different يعني مختلف عنه أو مش زيه. يلا نحل الاكسرسايز اللي عليه. بيقول لي ايه؟ in each row يعني في كل صف من دول circle the picture that is different from the first one. ناخد بالنا ده بيلخبطنا، ده بيقول لي that is different يعني اللي مختلفة مش اللي زيه. يعني مثلا الرابط ده مين في دول is different from this rabbit، مين في دول مختلف عن ده. واضح قوي ان هو ده، اوعى حد يقول لي ده امال ده ايه؟ ده is the same as this rabbit. طب احنا عايزين نختار ايه؟ عايزين نختار الديفرنت اللي مختلف، يبقى نختار ده. يلا نشوف الليتل تشيك الكتكوت الصغير. الكتكوت الصغير ده مين في دول is different from الكتكوت ده؟ بنقول different ما قلناش the same. مين اللي مختلف عنه؟ اللي مختلف عنه ده، لان ده اكبر منه، يبقى نعمل سيركل حوالين ده. امال ده يعتبر ايه؟ ده زيه بالظبط، يعني ده ايه؟ ده the same as this one. يلا اللي بعد كده، البترفلاي دي مين في دول is different from this butterfly، مين في دول مختلف عن البترفلاي دي؟ زي ما انتوا شايفين دي اللي مختلفة، يبقى نعمل حواليها circle. this butterfly is different from this butterfly، الفراشة دي مختلفة عن الفراشة دي. أمال البترفلاي دي إيه؟ دي the same، دي is the same as this one. طيب يلا بعد كده على الفيش ديت. الفيش ديت مين في دول is different from this one، دي زيها، يبقى هي دي اللي different. أمال دي إيه؟ دي is the same as this fish، دي كده same. السؤال اللي بعد كده بيقول لي in each group circle the picture that is different، يعني في كل مجموعة من المجموعات اللي قدامنا ديت عايزين نسيركل، يعني نعمل دايرة
حوالين البيكتشر اللي مختلفة. different يعني ايه؟ different يعني مختلفة. يلا نبص هنا، عندي water buckets، عندي اللي هو الجردل اللي بنحط فيه المية. مين فيهم اللي different؟ مين فيهم مختلف عن اخواته؟ نبص بعينينا، طبعا هو ده اللي مختلف. نعمل حواليه سيركل. طب يلا هنا الووتر سبرينكلرز ديت اللي هي الرشاشات بتاعه الميه، مين فيهم اللي ديفرنت؟ مين فيهم اللي مختلف؟ الاثنين دول زي بعض بالظبط، ده سمولر ده اصغر، يبقى ده ديفرنت. نعمل حواليه سيركل. يلا هنا هويتش شيب از ديفرنت، مين الشكل اللي مختلف؟ ده عندي تريانجل وده عندي تريانجل، لكن ده سكوير، يبقى نعمل سيركل حوالين السكوير، ده اللي مختلف عن دول. طيب يلا هنا الكاتس ديت، مين فيهم اللي ديفرنت؟ الاثنين دول بلو وده ريد او ايه او بينك، يبقى نعمل سيركل حوالين ده. كويتشن اللي بعد كده بيقول لي ان ايتش جروب كروس اوت ذا بيكتشر ذات از ديفرنت. كلمه كروس اوت يا اولاد يعني نعمل عليها كده، نشطب عليها. يلا نبص بعينينا، مين هنا الفلاور اللي ديفرنت؟ مين اللي مختلفه؟ دول كلهم ذا سيم زي بعض، دي كبيره شويه، يبقى نعمل عليها ايه؟ اكس كده، كروس كروس اوت يعني نشطب عليها كده. طيب التنس بول مين فيهم اللي ديفرنت؟ دي ودي ودي ار ذا سيم زي بعض، لكن دي اللي ديفرنت، نعمل كده عليها. يلا الباتر فلايز، نبص هنا دي ودي ودي زي بعض، دي لونها مختلف، دي ريد، يبقى نعمل عليها كروس، يبقى دي is different from these butterflies. يلا نشوف هنا مين الفيش اللي different، دول زي بعض ودي different، يبقى نعمل ايه؟ كروس اوت عليهم. يلا مع بعضنا يا اولاد نحل شيت 1. بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي count and circle the correct number، يعني نعد ونعمل circle حوالين النمبر المظبوط. هنا الجوس عندي منه كام واحد؟ عندي just one، دي علبة ومش متكررة، يبقى اعمل ايه؟ يبقى اعمل سيركل حوالين ال1. هنا عندي كام ابل؟ 1 2 3، يبقى سيركل ايه؟ اسيركل ال3. طيب يلا هنا، هنا اسيركل ايه؟ عندي 1 2، يبقى سيركل 2. وهنا نسيركل كام؟ عند الشيب عندي منه قد ايه؟ عندي منه جاست 1، يبقى سيركل 1. طيب يلا نشوف اللي بعده، بيقول لي color the smallest car، يعني لون اصغر عربيه. مين هنا اصغر عربيه؟ هي دي، نعمل فيها ايه؟ نلونها. اوكي هسيبها لكم بقى كده ايه، تتسلوا وتلونوها، كل واحد يلونها باللون اللي هو بيحبه. طيب اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ cross out the animal that is different. cross out يعني ايه؟ يعني نعمل اكس كده، نشطب عليه. على مين؟ على الانيمال اللي هو مختلف. مين هنا اللي ديفرنت؟ عندي رابت ورابت وسبارو، مين اللي مختلف عنهم؟ طبعا السبارو العصفور، يبقى نشطب على العصفور كده. يلا اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ماتش، ماتش يعني وصل. عندي هنا ايه؟ عندي دوت واحده، نوصلها بايه؟ نوصلها بال1. وهنا عندي كام؟ 1 2 3، يبقى نوصلها بال3. وهنا عندي 1 2، يبقى نوصل بال2. حاجات سهله وجميله. طيب يلا الاكسرسايز اللي بعده، بيقول لي color one heart in red، يعني لون قلب واحد، هنا كتب لي 1 قلب واحد بريد، و2 stars in yellow، ولون نجمتين باليلو، and 3 stars in blue، ولون 3 stars ثلاث نجوم بالايه؟ بالبلو. يلا نلون. اول حاجه بيقول لي color one heart in red، قلب واحد نلونه ريد اهو، ادي قلب كده اهو، نلونه ايه؟ نلونه ريد. وبعد كده بيقول لي two stars in yellow، نجمتين بالايه؟ بالاصفر، نعمل كده اهو، ادي واحده يلو ونلون دي كمان ايه؟ يلو. اوكي بعد كده بيقول لي ايه؟ and 3 stars in blue، يبقى نلون 3 stars in ايه؟ in blue.
وبكده يا اولاد يبقى خلصنا ليسون 1. ليسون سهل جدا وجميل، اتعلمنا فيه يعني ايه 1، يعني ايه 2، يعني ايه 3، وعرفنا ان احنا لما بنيجي نعمل كاونتنج بنعمل كاونتنج ازاي، بنقول كده 1 2 اند 3. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.